اصلا من اسكندريه ونقلت للقاهره من حوالي 7 سنين قبل ما ادخل الفرقه بشويه. وفي اسكندريه كنت بشارك طبعا في مشاريع كتير لتوثيق التراث السكندري ومشاريع بالتعاون مع اوبرا سيد درويش، وبغني من وانا صغيره يعني. واول ما وصلت القاهره الصدفه جمعتني بالمايسترو الكبير محمد عثمان، وهو الحقيقه شاف فيا حاجات يمكن انا ما كنتش يعني شايفاها في نفسي قوي، وقدمني معايا في فرقه ايامنا الحلوه، ولحد دلوقتي مستمرين ان شاء الله في نجاح. انا عضوه في الفرقه من سنه يمكن 2017 او 2016، وبدات معاهم في رمضان، ودلوقتي بعد سنين طويله انا لسه معاهم في رمضان، وماسكه معاهم اللون اللي هو الشعبي شويه الشيك يعني الشعبي الحلو. احنا بنروح كل حته واي حته، احنا موجودين في التلفزيون، موجودين في المحافظات، موجودين في دور الاوبرا المصريه في كذا مكان، يعني في اي وقت اي حد هيدور على ايامنا الحلوه ان شاء الله هيلاقينا. الجمهور دايما بيحب كل حاجه بتبسط وبتفرح، واحنا دايما بنحب ناخد الجمهور في حاله كده من ان هم ينبسطوا، وفي نفس الوقت يسمعوا اغاني دراما ويسمعوا اغاني شعبي ويسمعوا مدليهات ويسمعوا اغاني نوستالجيا من التسعينات ومن الثمانينات. فكل حد من الجمهور بيجي دايما بيلاقي حاجة على ذوقه، والحاجة اللي تبسطه والحاجة اللي مستني يسمعها. أنا النهاردة هغني أغنية أنا وإنت وبابا في المشمش من تتر المسلسل العظيم لمدام فردوس عبد الحميد. لينا الشرف إن احنا نعمل حفلة في دار الأوبرا المصرية، وهغني أغنية مالي لوردة، وأتمنى تكونوا مبسوطين يعني إن شاء الله. أنا بقالي 3 سنين في الفرقة، دي سنة التالتة ليا في الفرقة، وعملنا حفلات كتير قوي، وكانت يعني من أهم المحطات اللي في حياتي إن أنا أبقى في الفرقة، ويا رب تفضل على طول يعني إن شاء الله. بس أنا من وأنا صغيرة، من وأنا عندي 10 سنين في مركز الإبداع الفني مع أستاذ خالد جلال، وعملت عروض كتير، عروض غنائية ومسرحية يعني. وبس أول فرقة أشترك فيها أيامنا الحلوة يعني، وأنا منتمية ليها جدا. النهاردة إن شاء الله هغني أغنية الوردة، أغنية مالي، ويا رب تعجبكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على كل مشاهدي التلفزيون المصري جوه مصر وبره مصر. أنا النهاردة موجود في فرقة أيامنا الحلوة كمغني، مش أقول مطرب، أنا كمغني أو مؤدي مش ممثل. أنا متواجد في الفرقة بقالي حوالي دي السنة الرابعة. تجربة ممتعة جدا بالنسبة لي، إن أنا بشترك مع مطربين من العيار التقيل. أنا بغني الأغاني الخفيفة اللي غنوها الممثلين بتوع زمان، يعني شكوكو، نجاح الموجي، فؤاد المهندس، سمير غانم، الناس دي كلها. وهي فرقة يعني من أكثر الفرق التزاما، هي اسمها أيامنا الحلوة، لأن احنا بنفكر الناس بكل الأيام الحلوة، الأغاني الحلوة اللي كل حد فينا مرتبط بأغنية بمناسبة معينة. النهاردة في الحفلة أنا هغني أغنية، هما أغنيتين في أغنية، هو ميدلي لأغاني شكوكو، أول أغنية أغنية ورد عليك، تاني أغنية يا حبيبي شغل كايرو. احنا عاملينهم ميكس كده في أغنية واحدة، أتمنى من الله إنها تعجبكم. هي احضر فرقه ايامنا الحلوه، انا يعني اعرفهم من كذا سنه من ايام صاحبه السعاده، واعرف المايسترو شخصيا، واغانيهم حلوه قوي، بتفكرنا بالزمن القديم، بتفكرنا بكل حاجه مرينا بيها حلوه يعني. فانصح كل حد يجي يحضر حفلاته. يمكن ثالث مره او رابع مره احضر لهم حفله، بس حفلاتهم كلها حلوه، بيقدموا اغاني مغنيين زمان واغاني الاعلانات، وبصي كل الاغاني بتاعت الناس اللي احنا بنحبها يعني، الجديد والقديم، فلطاف جدا دايما يعني. بقولك دي رابع حفله تقريبا احضرها لهم. كل سنه وانتم طيبين، وانصحكم تيجي تحضروا لهم حفلاتهم جميله.